الأشعة التداخلية ممكن تقدم إيه للمرضى أو إيه الأمراض اللي إحنا ممكن نعالجها؟ طبعًا على رأس القائمة زي ما حضرتك تفضلت في الأول الكبد، لأن إحنا عندنا الكبد مشكلة قومية وعلاج أورام الكبد اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. زي ما بنعالج أورام الكبد اللي هي أورام خبيثة، عندنا بعض الأورام والتضخمات الحميدة اللي إحنا نقدر نعالجها بالأشعة التداخلية، وعلى رأس القائمة أورام الرحم الليفية، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عند نسبة كبيرة جدا من الستات، بتسبب أعراض منها الأنيميا، النزيف المستمر، الضغط على المثانة أو المستقيم مع صعوبة في التبول أو التبرز وما إلى ذلك، أعراض كثيرة جدا بتأرق حياة الستات. الحل الوحيد زمان لهذه الأعراض كان الاستئصال الجراحي، وزي ما سعادتك عارف استئصال الأورام الليفية، الورم الليفي ده ورم دموي، دي تغذية دموية عالية جدا، فبالتالي كان في العمليات كان بيبقى فيها فقد كمية دم كبيرة، وفي بعض الأحيان يضطر الطبيب لإنقاذ حياة المريضة إن هو يستأصل الرحم. إحنا دلوقتي بالأشعة التداخلية نقدر نعمل الأسطرة، خش أنبوبة دقيقة اللي هي الأسطرة من شريان الفخذ اليمين اللي هو البوابة الرئيسية لكل شرايين الجسم، علشان نوصل لشريان الرحم ومنه نحدد خريطة شريانية ونوضح الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي، بنقفلها بحبيبات دقيقة، يبتدي الورم نحربه من تغذيته الدموية، يضمر ويتلاشى دون جراحة. كمان لو قلنا في السيدات الأورام الليفية في تضخم البروستاتا الحميد، وده مشكلة كبيرة جدا عند كتير من الرجال، مع تقدم العمر تبتدي في غدة اسمها البروستاتا، زي ما كل المشاهدين عارفين دي أسفل المثانة، مع السن بتبتدي تتضخم، تضغط على مجرى البول، قناة مجرى البول، وتسبب صعوبة في التبول أو التبول ليلا بنسبة كبيرة، وكتير من الأعراض كان بديل للعملية أو المناظير إن إحنا بنخش برضو بنفس الفكرة بالأسطرة، نقفل الشرايين اللي بتغذي البروستاتا، وبالتالي بتبتدي تضمر وتتلاشى، يخف الضغط من على مجرى البول، فيبتدي الأعراض تختفي عند المريض. كتير جدا جدا منها لو هنتكلم على الدوالي، دوالي الساقين، دي مشكلة شائعة جدا عند كتير من السيدات كمان، كان برضو بديل للعملية إحنا بنخش بما يسمى كي الدوالي أو الدوالي الأوردة المصابة بالدوالي بالليزر، بدل ما بفتح على الوريد ونستأصله بنخش بأسطرة دقيقة جدا تحت الموجات الصوتية جوه الوريد، بنكوي الوريد ده فيضمر ويتلاشى كأننا استأصلناه دون جراحة. كتير جدا جدا من الاستخدامات الأشعة التداخلية أوجدت لها حلول كتيرة جدا جدا جدا. دوالي الخصية عند الرجالة دي طبعا البديل للعملية ان احنا بنخش من وريد، اما وريد الرقبة او وريد الفخذ، نوصل للوريد المغذي للخصية اللي فيه الاوردة المتمددة، بنقفله بحلزونات او ممكن نحقن ما يسمى جلو او مادة صمغية بتقفل الوريد دون اي جراحات. كتير جدا جدا الاشعة التداخلية تعتبر فتح كبير وطفرة، ساعدت كتير من المرضى المصابين بالامراض دي.